ليش الاتحادية خايفين يطير عليهم الدوري؟ تعال أقول لك، في عام 2008 كان باقي للاتحاد 3 مباريات، الوحدة والشباب والهلال، ويحتاج من الثلاث مباريات هذه فقط 3 نقاط. أنتم متصورين 3 نقاط من أصل 9؟ يعني حاجة مرة سهلة نظريا. اللي صار إنه الاتحاد لعب أول مباراة كانت مع الوحدة، كان يحتاج إنه يفوز بس ويأخذ الدوري، لكن اللي صار إنه الاتحاد يتعادل مع الوحدة 1-1، وهنا الجماهير اتفاءلت وقالت إن شاء الله قدام الشباب يسووها، محتاجين بس فوز واحد وصلى الله وسلم. لكن برضو اللي صار إنه الاتحاد يتعادل مع الشباب 1-1، وبكذا يكون أخذ من مباراة الشباب ومباراة الوحدة نقطتين، باقي له نقطة واحدة ويحسم الدوري. وبعدها جات مباراة الهلال، وكان محتاج الاتحاد في مباراة الهلال بس التعادل ويحسم الدوري. طبعا الاتحاد كان مدجج بالنجوم، يعني كان اي فريق يخاف منه. في ذي المباراة الاتحاد لعب واللاعبين استرجلوا في هذه المباراة وحاولوا، لكن الدعية استأسد بطريقة غير طبيعية، وشعرت ياسر زي ما يسموها الهلاليين، حسمت الدوري للهلال وانتهت المباراة 1-0، وبكذا الاتحاد يكون حقق من الثلاث مباريات نقطتين، يعني نقطة كانت كفيلة انه الاتحاد يتوج بالدوري. عشان كذا تعرف